أنا من غزة، مراسلنا عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك، ما الذي يجري على عند السياج الحدودي؟ يبدو أن هناك إصابات، وأيضا كما تابعنا قصف لمواقع للمقاومة. أهلا بك أحمد. بلا شك اليوم هو اليوم التاسع للتظاهرات على السياج الحدودي شرق قطاع غزة. التظاهرات اليوم تركزت في المناطق الشمالية الشرقية من القطاع وفي وسط قطاع غزة. تمكن عدد من الشبان من الوصول إلى السياج الحدودي وأشعلوا الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الحدودي، واستمرت التظاهرات قرابة الساعتين إلى أن انتهت وانسحب الشبان قبل قليل. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع ذلك استهدفت نقطة حدودية تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط قطاع غزة، أسفرت عن تدمير هذه النقطة الحدودية بشكل كامل جراء استهدافها من قبل الطائرات الاستطلاعية وأيضا القذائف المدفعية بشكل مباشر. حتى هذه الساعة وزارة الصحة تقول أن 6 متظاهرين أصيبوا بجراح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي باتجاههم، فيما أصيب العشرات أيضا بالاختناق جراء إطلاق القنابل الغازية في باتجاه المتظاهرين، تم إسعافهم بشكل ميداني. حتى اللحظة أيضا المتظاهرون وتحديدا بعض المجموعات الشبابية التي أطلقت على نفسها أحفاد الناصر أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق بعض البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتوعدت بإطلاق المزيد منها ردا على ما أسمته استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. عبد الله، هل من المحتمل باستمرار هذه الاحتجاجات إن كان من الشباب الثائر أو حتى من أحفاد الناصر، وهم كما ذكرت قبل قليل توعدوا جيش الاحتلال بمزيد من البالونات الحارقة؟ هذا صحيح، يتوقع أن تستمر هذه عملية إطلاق البالونات، لا سيما في ظل كما قالوا استمرار الاعتداءات وعمليات الاقتحام من قبل المستوطنين والجماعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، واستمرار الاعتداءات على مدينة القدس كما تقول هذه المجموعات. بالمناسبة أحمد، يعني هذه التظاهرات أخذت أشكالا مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت على طول السياج الحدودي، أصبحت في اليومين الأخيرين تتركز في بعض المناطق وتتنوع أدوات المتظاهرين، إما بالإطارات المطاطية وإما حتى بالبالونات الحارقة وبعض الوسائل التي تستخدمها كالقنابل محلية الصنع التي تصل إلى بعض النقاط العسكرية القريبة من الجيش الإسرائيلي. ورغم أعداد الإصابات الكبيرة التي كانت خلال الأيام الماضية، لكن يصر المتظاهرون على استمرار هذه التظاهرات واستمرار إطلاق البالونات الحارقة وإن كانت بوتيرة مختلفة من يوم إلى آخر. هل هناك أي معلومات عبد الله عن حالة المصابين؟ وزارة الصحة تقول بأن حالة معظم المصابين وصفت بالمتوسطة ولا زالوا يتلقون العلاج حتى هذه اللحظة داخل مشافي القطاع. شكرا جزيلا لك من غزة، مراسلنا.